عبير عبير شبك يا ماما؟ حبيبه قلبي سلامتك. خفت عليكي ماما، ليش عم تعيطي؟ سلامتك سلامتك يا حبيبتي، ما في شيء. فكرت صار عليك شيء؟ لا ما في شيء حبيبه قلبي، الله يخلي لي اياكي وما يحرمني منك يا رب. عادي هيك عادي هيك بحبني حبيبه قلبي. الاستاذ عبد الله موجود؟ حضرتك سوريا خانم؟ ايوه الاستاذ عبد الله بانتظارك. شكرا. عفوا. يلا ماما. يا سيدي بالنسبه للدعوه اجلناها ل 30 شهر القادم. مع السلامه. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا سوريا خانم. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا عبد الله، كيفك؟ كيف الصحه؟ اهلا وسهلا. اهلا مدام عبير. اهلا وسهلا ومرحبا. كيف المدام والاولاد؟ الحمد لله بخير، بيسلموا عليك. تفضلوا ارتاحوا. تفضلوا. شكرا. يا اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتوا. يا اهلين اهلين بالاموره الحلوه يا عبير. هاي الاموره الحلوه جايتك لتاخذ لها حقها من جوزها هذا السيء اللي ما عاد تقدر تتحمله. لا خير ان شاء الله. شو القصه؟ شغلتي لي بالي على عبير. لا 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 ما في شيء، بس انا طلعته من بيتي وبدي منك تنهيلي هالقصه. بس يعني ما بدنا نفهم شو الموضوع. هذا انسان مجنون صار يتجاوز حدوده. بعتقد انك انت اللي اخترتي لي يا سريا خانم. كنت مخدوعه فيه، ظنيته متحضر وراقي، وقام طلع بالعكس. خير؟ طيب شو سوا؟ قصدي بشو غلط مع عبير؟ تصور، كان عم يضربها على الطالعة والنازلة، والمسكينة من أدبها وخجلها ما كانت تفتح تمها وتقلي لحد ما طفح الكيل وما عاد فيها تتحمل أكثر من هيك. لا ما له حق أبداً، عبير إنسانة مرهفة وحساسة وما بيجوز يتعامل معها بهالأسلوب. يا ميادة يرضى عليكي، بدي ثلاثة قهوة واحد منهم بلا سكر. بدي منك يا عبد الله ترفع عليه دعوة ضرب واعتداء وتطلب له الطلاق وتاخذ له منه كل حقوقه. انتوا مصممين على الاجراءات؟ بالتاكيد. يعني ما في مجال للتفاهم؟ لا لا مستحيل تقدر تعيش معه وتتفاهم معه، لازم تطلقه منه باسرع وقت. طيب مثل ما بتريدي. اهلا استاذ عمر. استاذ ارمد توفي سعد رشيد جابت ورد حصر الارز وأثبتت وفاة الجد والعم. يعطيك العافية، بتقدمها بكرة للمحكمة مع الدفوع اللي ساويته. أستاذ عمر، الست سوريا خانم وبنتها عبير حابين يرفعوا دعوة طلاق على زوج عبير. الله يرضى عليك، بكرة بتنزل أنت وياهم على القصة العادية مشان يعملوا لك وكالة. وبدي إياك تهتم بالقصة وتتابعها باستمرار. سوريا خانم غالية علي كثير، خاصة إنه في قرابة بينات. وببقى بعطيك عنوان بيتهم لحتى تروح لعندهم بكره الصبح. على عيني. خلاص ما في لزوم تتعب حالك بهالدعوه. خير سوريا خانم، شايفك اتضايقتي. انا جاي وكلك انت بالذات بهالدعوه، فاذا بدك ترميها لمحامي متدرب عندك فالافضل انه اعطيها لمحامي ثاني. عفوا يا سوريا خانم، الاستاذ عمر من اكفأ المحامين الشباب. أنا بدي محامي قدير وعنده خبرة طويلة لحط دعوة بنتي بين إيدي. يا ستي الأستاذ عمر ماسك بمكتبي القضايا المدنية
وأنا شخصياً متفرغ للقضايا الجزائية. خلاص إذا ما عندك وقت منشوف محامي تاني. أنا إذنكم سوريا خانم، بعتقد ما في داعي للغضب، تفضل ارتاحي واشربي القهوة. بشربها إذا بتوعدني أنت بنفسك تشرف على الدعوة. يا ستي انت جرحتي مشاعره للاستاذ عمر، وانت احرجتي بتخليك على الدعوه. سوريا خانم، الاستاذ عمر من اكفاء المحامين الشباب، تخرج من الجامعه بدرجه امتياز، وكل القضايا المدنيه اللي سلمته اياها حقق فيها نجاحات باهره. بس انا ما بظن انك ترفض تمسك لنا الدعوه شخصيا الا اذا في اسباب انا ما بعرفها. يعني شو بدها تكون الاسباب؟ صدقيني اني بكنلك المودة والاحترام والتقدير، ومشان قضية عبير انا رح بتولاها بنفسي. منيح هيك؟ انبسطتي؟ اضحكي بقى. مرحبا. اهلا. انا المحامي عمر. اهلين استاذ. كلفني استاذ عبد الله اخذكم للاصل العدلي مشان الوكاله. ايه تفضل دخول استاذ. ده لا معلش ما بستنى. لا ما بيصير، بترجاك تطلع. تفضل. ايه. صباح الخير. صباح النور. تفضل شرف. لا شكرا، اذا جاهزين خلينا نمشي. معلش استاذ بس شوي لبين ما تجهز ماما. تفضل استريح. طيب تفضل تفضل. اذا ممكن تستعجلي الوالدة شوي. اهلا استاذ عمر. يا اهلين مدام. يا اهلا وسهلا. سلام. يا اهلا وسهلا. اذا جاهزين خلونا نمشي. ماما ليش هيك فارده شعرك؟ روحي ضبيه على طول. قوام بسرعه. حاضر. اتفضل استريح. اهلا وسهلا. الله يسلمك. إذا بدنا نرفع عليه دعوة ضرب واعتداء فلازم نثبت صحة أقوالنا. وكيف بدنا نثبت هالشيء؟ بهالحالة رح نطالب بالكشف على السيدة عبير، والطبيب الشرعي رح يحدد آثار الضرب إذا كان في كدمات أو خدوش إلى آخره. بس هلأ ما في أي أثر. كنت تشوفيه هو عم يضربها، أو على الأقل كنت تسمعي صوتها وهي عم تبكي وتستغيث. القاضي رح يحلفك يمين قبل ما تدلي بأقوالك. بس أنا لا سمعت ولا شفت. عبير كانت كتومة وصابرة وما تظهر قدامي أي شيء. بهالحالة إثبات الضرب والاعتداء ضعيف كتير. يعني نسكت له؟ لا، نحن بالمحكمة رح نحاصره باتهاماتنا ونضغط عليه، ويمكن بفورة غضب يدلي بأقوال تفيدنا بالقضية. أنا اتصلت بجوزة وطلبت منه أنه يجي لعندي على المكتب. وإجا؟ لا. شفت؟ هذا بيأكد أنه عرفان حاله شو مساوي. مشان هيك أنا اضطريت أني روح لعنده على البيت وأحكي معه. تفضل استاذ. يسلم هالدياب. تفضلي ماما. يسلموا الايدين. خدي ماما فنجانك واشربي. آه
ممكن اقعد معكم؟ اي ماما تعي عدي لتسمعي من الاستاذ عمر شو تفتق جوزك بهالمقابله. على فكره لما فتحته بموضوع الضرب انكر نهائيا. طبيعي يا استاذ، طبيعي انه ما يعترف. لما عرضت عليه رغبتكم بالطلاق رفض. انا مستحيل ارجع له، ما بدي اياه. يا ماما انت ليش خايفه؟ انا مستحيل خليه يشوف ضفرك. المهم انا ما رح اخبي عليكم، اذا بدنا نرفع دعوى الطلاق فالاجراءات القانونيه بتاخذ وقت، بس انا بوعدكم انه وهي كم شهر بتطول؟ بجوز سنه او اكثر، بس انا بوعدكم اني ابذل جهدي. ومعقول ننتظر كل هالمده؟ المساله مو بايدنا، الاجراءات القانونيه لازم تاخذ وقتها لحين صدور الحكم. ارجوك يا استاذ خلصني منه باسرع وقت. اذا بدك تاخذي حريتك فلازم تصبري، وانا بوعدك اني لاحق القضيه واسعى بكل جهدي اني اختصر الوقت. انا ما بدي منه شيء، مستعده اتنازل له عن كل حقوقي بس يطلقني. كل حقوقك وهو المصير المعتدي؟ لا، نحن لازم نلاحقه قضائيا وناخذ الحكمه عليه. بهالحاله لازم ندور على ثغرات واخطاء كان يرتكبها فؤاد لحتى اقدر ابني دفعاتي عليها. ماما ارجوك تنزلي له عن كل حقوقي، خليه يطلقني. انا ما بدي اروح على المحاكم ولا بدي اشوف خلقته. امي الله يخليكي، خلصيني منه بقى. انا رح اشوف الاستاذ عبد الله وادرس الموضوع معه. مثل ما تحبي. فعلا اجراءات الطلاق بتطول كثير. احيانا بتستمر اكثر من 3 سنوات. معقول؟ طبعا معقول. وإذا كانت الزوجة نافر يعني هي اللي طالبة الطلاق، بهالحالة بتخسر كثير من حقوقها مهما كانت الأسباب. وأنت شو رأيك يا عبد الله؟ أنا رأيي يستمر الأستاذ عمر بمفاوضاته مع فؤاد، ربما يصل معه لحل سريع يجنبكم دخول المحاكم. إذا هذا رأيك أنا موافقة عليه وأمري لله. ماما نازلي له عن كل حقوقي، بس مهم يطلقني. طمني يا ست عبير، الأستاذ عمر خبير بهالقضايا ولابد ما ينهي لك الموضوع بسرعة. أنا عاجزة عن الشكر أستاذ عمر. ولو، هذا واجبنا. يا رب. صباح الخير يا أبي. صباح الخيرات، شبك شبك مستعجل؟ رايح على الشغل. لسه بكير على الدوام. بدي اشوف واحد قبل ما اطلع على المكتب، مشان اتفاهم معه واعرف شو بيساوي. ايه عود عود، يعني شو راح تكون مشكلته؟ مو مثل مشاكل هالناس. تأخرنا فيه. مظبوط. شغلتنا نساعد بحل مشاكل الناس. لك ابني ما حلك تفكر بمشكلتك مثل ما عم تفكر بمشاكل الناس. رجعنا لنفس الموضوع ابو عمار. لك ابني والله مشتهي شوفك متجوز. مشتهي لاعب اولادك مثل ما كنت لاعبك وانت صغير. بعدين لك عمور بكره بتعنس، البنات ببطلوا يقبلوك. يا بي انت بتعرف البير وغطاء، يعني اذا فكرنا بشي بنت حلال ما بدنا نجيب لنا شي غرفه نوم صغيره؟ او ما بدنا نصلح هذا البيت اللي عم تهرهر حيطانه؟ لك شبه البيت لك ابني، ما بده غير شويه تظبيطات مع شويه دهان بيمشي الحال. حلو، ما بدك يعني صمت كام قرش مشان ساوي هي التظبيطات؟ لك هي محلوله، بس انت حط عينك على اي وحده من بنات الحاره وشوف شلون اهلها بيعطوك اياها من غير لا شروط ولا من يحزنون. يا بي لما بصير نصيب خبرك منيح؟ ايه منيح، بس انت حط لي الموضوع ببالك وفكر فيه منيح. يا سيدي من هاللحظه رح حط الموضوع بمخي وفكر فيه. انبسطت يا بي؟ انا تاخرت رح امشي، دعي لي. الله يرضى عليك ويوفقك يا بي. الو استاذ عمر. اهلين استاذ عمر. قابلته؟ ايه. للاسف طلع جوزك طماع ومادي، يعني حط شروط يطلق.
شروط؟ شو هالشروط؟ أنا لازم مر لعندكم نحكي بهالمواضيع. إيه طيب، بس خلصت أنا شغل اليوم بالمكتب بمر لعندكم. ماشي، مع السلامة. مساء الخير. مساء النور، تفضل. طمني استاذ، شو صار معك؟ الرجال صعب كثير. له شروط لحتى يطلق، قال بده كل الصيغة اللي قدم لك اياها. هي بسيطة. في شيء ثاني؟ ايه. بده فوق 300 ألف ليرة. اوف. ليش بقى؟ هيك هو بده. طيب أنا رح دبر المبلغ، بس رجاءً لا تقول لماما. اوف، ليش؟ بخاف ماما تزعل وتعصب، وساعتها خد بقى على محاكم وروحات وجيات لنخلص. والله ما بعرف، بس أنا برأيي تكوني واضحة مع أمك. أنت ما بتعرف شيء. رجاءً لا تقلها. وأنا كمان بدي أطلب منك طلب محرج شوي. خير؟ أنا ما بقدر أطلع وبيع الصيغة، فياريت إذا بتاخد مني كم قطعة وبتبيعهم وبتدفع له المبلغ. أوف، لهالدرجة متضايقة منه؟ وأكتر يا أستاذ، أنا مستعدة أدفع له كل المبلغ اللي بده إياه وأكتر، بس أخلص منه. أنا مبلغ؟ وتخلصي من شو؟ ليش شوفي؟ ما في شي ماما، ما في شي. بصراحة يا مدام، الرجال بده صيغته كلها، وبده فوق 300 ألف ليرة لحتى يطلي. الندل، فوق كل اللي عملت له يا بده مصاري كمان؟ نجوم السماء أقرب له. يا أمي، مشان الله تفعي له كل اللي بده يا، بس خلصيني منه. يا ماما، أنت ليش خايفة؟ أنا ما بقى أخليه يدخل لهالبيت أبدا. لك يا أمي، بدي أخلص بقى من هالقصة. طيب ماما، ولا يهمك. شو رأيك يا أستاذ عمر؟ بصراحة ما عندكم أي مستند يدينه، وأنا وضحت لكم شو ممكن يصير بالمحكمة، بس أنا ملاحظ إنه الست عبير متعبها الموضوع زيادة. مع هيك بيرجع القرار لكم. ماشي الحال، بنتفعله. وافقوا يدفعوا لك المصاري. راح تقبضهم الشيك بعد ما توقع الوراق ويتم الطلب. ايه، والذهب كمان راح يرجعوا لك اياه. عالي كثير. اذا ممكن بكره تنزل على القصر العدلي مشان تتم الاجراءات القانونيه. بشوفك الساعه 11 عند المحكمه. اوكي، ماشي. مع السلامة. اليوم صدر الحكم بالطلاق. الله يعطيك العافية يا أستاذ عمر. الله يعافيك. لكن رح أتصل بسوريا خانم وبشرها. لا لا، أنا اتصلت فيها وخبرتها وكانت مبسوطة كثير. ألو. نعم. ها، أهلا وسهلا سوريا خانم بنت حلال. هلأ كنت رح أتصل فيكي لحتى أبشرك بصدور الحكم. يا ستي ألف مبروك. صدقيني أنا فرحت لك من كل قلبي. يلا، الحمد لله اللي خلصته من هيك إنسان. اليوم المساء؟ صدقيني ما بقدر، لأنه عندي ارتباط أنا وزوجتي. لا لا لا، صعب صعب، أعتذر. معلش، أجليها لمرة تانية. الأستاذ عمر؟ والله ما بعرف. لحظة بس لحتى أسأله. سوريا خانم، عزمتك الليلة على العشاء بمناسبة صدور الحكم. بس ما في داعي عزبوا حالكم. سوريا خانم عم يقول ما في داعي تعزبوا حالكم. مصرة؟ طيب طيب، تفضلي احكي معه. شكرا. الو. اهلين سوريا خانم. ان شاء الله الف مبروك. ولو هذا واجبنا. ايه بس. طيب ماشي الحال. ايه انا ما بقدر زعلك. ماشي، اليوم المساء بكون عندكم. الله معك، مع السلامة.
بالمناسبة يا عمر، سوريا خانم ممنونة منك كتير. بس لاحظت قديش بالبداية كانت ضدي؟ طبعاً لأنه ما كانت عرفانة شطارتك. سيدي، المهم نحن خلصنا الدعوة بأسرع ما يمكن مثل ما طلبوا. الله يعطيك العافية. المهم بلغهم تحياتي. وصل. يلا بإذن سن. الله معك. عندي أخين. الأول غسان سافر على أمريكا وعمل اختصاص هندسي وتجوز أمريكية وما عاد يرجع. والثاني مروان سافر على إيطاليا، درس تجارة واقتصاد وفتح مكتب كتير كبير بروما وتجوز إيطالية. كمان ما بده يرجع؟ كمان ما بده يرجع. وانت شو درست يا عبير؟ أنا أخذت البكالوريا وكنت حابة إنه كمل دراستي بالجامعة أدب عربي. وليش ما كملتي؟ ماما ما رضيت، هي خافت علي من شباب الجامعة فقعدتني جنبها بالبيت لوقت ما جوزتني فؤاد. تعرفي جنونتكم حلوة كتير. هذا من ذوقك. ماما بتحب الزريعة كتير والورد، بتعتني فيهم دايما. وانت يا عبير كيف تقضي يومك؟ يعني بشو بتتسلي؟ بس ما يكون بصناعة الجاتو. لا طبعا، إن شاء الله تفكرني طفلة. لا مو هاد قصدي، عن جد بشو بتتسلي؟ يعني أكتر شي بالقراية. وشو بتقري؟ أكتر شي بحب الروايات. ممتاز. ولمين بتقري؟ نجيب محفوظ، يوسف إدريس، حسان عبد القدوس، تولستوي، تشارلز ديكنز، يعني كتيرين. الحقيقة فاجأتيني، طلعتي قارئة بحق وحقيقي. بدك الصراحة؟ من الملل. أوف، وليش بقى؟ يعني أنا ما قلي رفقات وما قلي طلع من البيت، ومثل ما أنك شايف هون ما في حدا أحكي معه. طيب وأمك؟ أمي إلى وضع خاص، بعدين هي ما أنا مضطرة تتحمل غلاصتي مشان تسليني. مع أنه مبين أنه أمك إنسانة متفهمة. هي عظيمة ومتفهمة، بس ما بتقتنع إلا بأفكاره. أهلا وسهلا أستاذ عمر. أهلا مدام. أنا ما تأخذني تأخرت عليك، بس كنت عم حضر السفرة خصوصي مشانا. يسلموا دياتي. شكرا. حضرت وما حضر واجبك. شكرا جزيلا. تسلمي. كنت بتمنى يكون معنا الأستاذ عبد الله ومرته، بس ما لهم نصيب. حظنا لي. يلا تفضل. تفضل. يا أهلا وسهلا. إيه وشو كنت عم تحكي أنت وعبير؟ كنا عم ندردش عن الكتب الأدبية اللي قريتها. الحقيقة أنا تفاجأت. شو هاد؟ ما في كاتب إلا مطلع على نتاجي وقرياني أكثر أعماله. عبير ما بنشرح بنحكي عن هيك مواضيع إلا إذا انسجمت مع الشخص وأعجبت بأفكاره. صراحة أنا أعجب بعبير، اندهشت بثقافتها العالية. المهم ما تكون ضايقتك بحديثها. عبير لما بتبدأ بالحديث عن الأدباء والكتب ما بتسكت. بصراحة أنا حسيت حالي إني مقصر كتير، لأنه معظم الكتاب اللي ذكرت لي إياهم أنا ماني قريان كتبه. إذا بدك بعيرك ياهم، أنا عندي مكتبة كتير كبيرة. يا ريت، ومن هلأ ألف شكر. دايما إن شاء الله. شو دايما؟ لسه ما أكلت؟ يمكن الأستاذ ما حب أكلنا. لا بالعكس، الأكل لذيذ كتير. تسلم دياتكم. عبير ما بنشرح بنحكي عن هيك مواضيع إلا إذا انسجمت مع الشخص وأعجبت بأفكاره. صراحة أنا أعجب بعبير، واندهشت بثقافتها العالية. المهم ما تكون ضايقتك بأحاديثها. عبير لما بتبدأ بالحديث عن الأدباء والكتب ما بتسكت. مرحبا بشكل. أهلا أستاذ. إجا الأستاذ عبد الله؟ لا لسه بكير. طيب ساوي لي فنجان قهوة قبل ما يجي حدا من المراجعة. يا العالمي.
الو مرحبا، مساء الخير، كيف الصحة سريا خانم؟ الله يخليكي، أنا اتصلت فيكم عشان أشكركم على سهرة امبارح. تسلم كلك زوج، الله يخليك. إي بالمناسبة أنا حابب أدعيكم على سهرة بسيطة. لا 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 ما بصير، أعوذ بالله، هذا احتفال بخلاص عبير من إنسان ما كان عارفان قيمتها بنوم. لا شو هالحكي؟ لا 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 لا، مثل ما أنا قبلت دعوتكم أنتم كمان ما لازم تخجلوني. لا لا أنا مصر على الدعوة. إي طبعا. عظيم جدا. ماشي أنا اليوم بس خلصت الدوام الساعة 10 بالليل. أهلا وسهلا. مع السلامة. تفضل. أهلين أبو شاكر. أهلين أستاذ. في حدا برا؟ في مراجع حابب يقابلك. خليه يتفضل. الحقيقة عبير ما تستاهل الحظ السيء. معك حق. بس الحمد لله اللي خلصنا منه بالأخير. أكيد، لأنه واضح قديش كان طماع. الحقيقة يا أستاذ عمر، مشكلتنا مع شباب اليوم بس يشوفوا بنت غنية بيركضوا ورا المصاري وبس. معك حق، معك حق. بس أكيد مو كل شباب اليوم بفكروا بنفس الطريقة. كلامك مزبوط. بس هات الواحد ليتعرف على إنسان كويس ويكون محترم وما يعتبر الزواج صفقة تجارية. الدنيا ما بتخلى يا مدام، وخصوصا انه عبير بنت لساها صغيرة وحلوة ومرباية ترباية ممتازة. مزبوط، بس عبير ما بتعرف حدا، ومع انه صبية وناضجة الا انها خجولة وجواتها طفلة، ممكن اي شاب انه يخدعها او يضحك عليها، ممكن تصدق اي شيء نقلها. شو هاد يا عبير؟ شو هالحلقة هاد؟ مو حلو، روحي غيريه على طول. حاضر ماما. يا أستاذ عمر، العائلات اللي طمعانة بخطبة عبير أنا عارفة شو غايتهم، رغم إنه عبير مطلقة. أكيد لأنها حلوة وذكية وبتستاهل. لا يا أستاذ عمر، العائلات هاي اللي ما كانوا يترددوا على بيتي لسهر أبو عبير لنصاص الليالي وزواجه بالسر بالأخير من وحدة شرشوحة. ماما ما في داعي. يا ماما الأستاذ عمر ما عاد غريب عنا، فخليني فش له قلبي. وبعد ما كتبت كل ثروتي وأملاكي لعبير، بدأت هاي العائلات تتوددوا لعبير ويتمسحوا فيني، وأنا عارفة طبعاً شو السبب. أنا التدعت من جوازة عبير الأولى لسبب أنا ما عاد ممكن جوز بنتي لهيك ناس طماعين وراكدين ورا الثروة والمال. معك حق. يلا انا بتسمحوا لي نمشي. لا بتجي تكمل السهره معنا؟ لا معلش تاخر الوقت، خلوها لمره ثانيه. معقوله يعني تخجل ماما؟ انا دائما متعوده اشرب قهوتي بهالوقت، فتفضل معنا اشرب القهوه. هو الظاهر الاستاذ عمر من صحبتنا. بالعكس، هذا اجمل يوم في حياتي لانه قضيت معكم سهره رائعه جدا. لكان امشي كمل معنا السهره. مصرين يعني؟ طبعا. طيب تفضل. اكيد بعد تجربتكم القاسيه مع السيد فؤاد رح تتشدد كتير في اختيار عريس المستقبل. أنا اللي طالبته بعريس بنتي أنه يكون شاب عصامي ومهذب وابن حلال، وأنا ما اللي مطالبته بشي. سريا خانم، إذا تقدم لعبير شاب في كل المواصفات المطلوبة بس كان من طبقة بسيطة بتخطبي بنتك؟ أنا مو طالبة إلا يكون ابن حلال ويعرف قيمة عبير يا أستاذ مثل ما قلت. مساء
تفضل. تسلم والديات. تفضل. يسلم والديات. سوريا خانم، إذا تقدم لعبير شاب في كل المواصفات المطلوبة بس كان من طبقة بسيطة بتخطبيه بنتك؟ أنا مو طالبة إلا يكون ابن حلال ويعرف قيمة عبير يا أستاذ مثل ما قلت. بصراحة يا ابن خالتي أنا جاي أخذ منك معلومات عن عمر. خير؟ رح أخبي عليك، أنا شايفته معجب بعبير وحاطت عينه عليها. وهي؟ عبير ما بتخالفني بشي، والرأي بهالموضوع بيعود إلي أنا. عفواً أنا حاسس من سؤالك عنه يعني كأنه في موافقة مبدئية من طرفك. يعني شايفته شاب مهذب وذكي، وهذا اللي دفعني لأسألك عنه وأخذ رأيك فيه؟ يا ستي عمر من طبقة بسيطة كتير وعيلته درويشة. المهم السمعة والأخلاق. من هالناحية اطمني، عمر شاب ممتاز صادق ومجتهد، وبحياته ما حاول يستغل موكل أو يخدعه. أنا شخصيا بتوقع له مستقبل لامع بعالم المحاماة. يعني رأيك لو تقدم لخطبة عبير وافق؟ المهم عبير هي اللي تكون مقتنعة فيه. إذا أنا وافقت عبير ما بتعارض. سوريا خانم، إلي رجاء عندك، تركي عبير هالمرة تختار زوجها المناسب بنفسها. عبير ما بتخالط شباب لتعرف من هو الأفضل، أنا اللي لازم أدرس أخلاقه للشاب وقرر. ماما، شو رأيك نعزم الأستاذ عمر بكرة لعنا على فنجان شاي؟ شو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس يعني هو خدمنا كتير ولازم نعبر له عن شكرنا لإله. بس كان المفروض تعزميه اليوم المساء حتى بكرة ما يرتبط بمواعيد تانية. يا ماما بكرة نتصل فيه، إذا ما عنده شي منعزمه لعنا. وأنا رح أوصلك على قلب الجاتو. لا ماما، أنا هالمرة رح أعمل الجاتو بإيدي. بس أوعيك تحرقي. لا لا تخافي، رح أقعد جنب الفرن لوقت ما يخلص. صباح الخير ماما. صباح النور حبيبة قلبي. ماما ما بدك تتصلي بالاستاذ عمر؟ اتصلي فيه انت واعزمي. لا معلش ماما حاكي انت. طيب وشو الفرق؟ اتصلي فيه انت.
أهلين عبير، صباح النور. كيفك أستاذ عمر؟ يعني ما بصير بلاها يا أستاذ. بتعرفي كنت رح أتصل فيكم وأطمن عليك وعلى أمك، بس أنت سبقتيني. الحقيقة أنا اتصلت لأعزمك على فنجان شاي. لو ما عزمتوني كنت رح أعزم حالي. الحقيقة أنا كنت خايفة تكون مشغول أو عندك شيء. لو عندي شغل العالم كله رح أتركه مشانك. طيب نحن بانتظارك أستاذ. مع السلامة. ألو مرحبا أبو شاكر. بأي حدا من الزباين؟ أي خليه يفوت وجيب لي كمان فنجان قهوة. يسلم. مساء الخير. مساء النور، تفضل. تسلموا ايديك، شبك. مساء الخير مدام. هلا استاذ عمر، مساء النور. الحمد لله. ماما شوفي شو جاب استاذ عمر. ذوقك حلو استاذ عمر. هذا من لطفك. تفضل استريح. شكرا كثير استاذ عمر. ولو ما في شيء من الواجب، بس انا برايي كلمة استاذ فيها شوية رسميات. فيا ريت نادوا لي عمر وبس. عبير قومي جيبي قلب الجاتو اللي ساويتي. انا رح جيبه بس على شرط ما بتنتقد القلب شو ما كانت طعمته. طالما انت مساويتي فاكيد رح يكون لذيذ وطيب. تكرم عينك، بكره بنعمل التوكيل ومباشر الدعوه. الله يقويك يا اخي. اهلا وسهلا ومرحبا. شرفت. اهلا وسهلا ومرحبا. ما بي حدا استاذ، سوي لك فنجان قهوة؟ سوي لك اثنين ابو شاكر. حابب اشرب فنجان قهوة مع الاستاذ. يا عيني. بصراحة استاذ، أنا قصدك بمساعدة في خدمة العمر. خير؟ رايدك تكون وسيط إلي في خطبة بنت عزيزة علي كثير. قصدك عبير؟ كيف عرفت؟ واضح من دعوات سوريا خانم إلك انها معجبة باخلاقك وبشخصيتك، وواضح كمان انك انت لقيت البنت المناسبة. فعلا. بصراحة اخي عمر، انا بالبداية كنت متحمس جدا لهذا الموضوع، لانه بصراحة عبير بنت مرهفة وحساسة اي شاب بيتمناها. وانا يعني مدحتك كثير لما سألتني عنك سوريا خانم. سألتك عني؟ ايوه، اجت بنفسها لمكتبي لحتى تستفسر عنك وتعرف رأيي فيك، وأنا فعلاً كنت رايدة. وهلأ غيرت رأيك يعني ما هيك؟ أخي عمر، أنا صراحة فكرت بالموضوع مطولاً، لقيت إنه شفت إنه يعني ما ممكن يكون مناسب لهم. لا 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 أبداً، الموضوع أبعد من هيك بكتير يا عمر. يعني كون عبير مطلقة؟ لا يا عمر، سوريا خانم شخصيتها قوية كتير ومسيطرة على بنتها سيطرة تامة، وهي مصرة على أنه صهر زوج بنتها يسكن عندها بالبيت. بصراحة أنا خايف لو تزوجتها وحصل بينك وبين أمها خلافات بالمستقبل، مثلاً اصطدمت معها، البنت رح ترضخ لأمها وتنفذ أوامرها، وساعتها رح يصير بينك وبين زوجتها خلافات ومشاكل إلى أول ما لا آخر. سوريا خانم متفهمة وواعية كتير، ويعني مستحيل تخرب بيت بنتها مرة تانية أو تهدم سعادتها مشان خلاف مع صهر. أنا حبيت أوضح لك الصورة وحذرك قبل ما تقدم على أي خطوة. أستاذ أنا تعلقت بهالبنت وشايفها مثال الأدب والأخلاق. أنا نبهتك وحذرتك يا عمر، بالنهاية القرار قرارك. أنا اتخذت قراري. بقى أرجوك يا أستاذ تحكي لي مع سوريا خانم بأسرع وقت ممكن، إذا وافقت مشان اتقدم لخطبة عبير بأسرع وقت ممكن.